صفحة مكتب مدرسي، أربط بين كل آية ومعناها بالأسهم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. الآيات والمعاني: وجعلنا ذكرك مرفوعا على المنابر، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده، الذي أثقل ظهرك فغفرناه لك، وحطتنا عنك الأعباء التي كانت عليك، فإن بعد الضيق فرجا، فإذا فرغت من أمور الدنيا فاجتهد في العبادة. ألم نوسع لك صدرك يا محمد بنور النبوة صدرك، ألم نوسع لك يا محمد بنور النبوة صدرك. إذن ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، وجعلنا ذكرك مرفوعا على المنابر، رفعنا لك ذكرك، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده، وإلى ربك فارغب، إذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، الذي أثقل ظهرك فغفرناه لك، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من أمور الدنيا فاجتهد في العبادة، فإن مع العسر يسرا، فإن بعد الضيق فرجا، الذي أنقذ ظهرك، ووضعنا عنك وزرك، وحطتنا عنك الأعباء التي كانت عليك، الذي أنقذ ظهرك، الذي أثقل ظهرك فغفرناه لك. تعلمت انشراح الصدر يكون بالعلم وكثرة الطاعات. الله وعد بالفرج بعد المصيبة، من صفات المؤمن دعاء الله تعالى في كل وقت. أتحقق من معلوماتي؟ أكمل الآية الكريمة من سورة الشرح من حفظك. ألم نشرح، ألم نشرح، ألم نشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقذ ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. اكتب من سورة الانشراح من سورة الشرح الآية التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة عند الله. ورفعنا لك ذكرك، مكانة عظيمة عند الله، ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، عندما نقول في الأذان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ارتبط اسم الرسول باسم الله في الأذان. إذن انتهت الصفحة هي هذه.